دعونا نفترض أننا بحاجة لتقييم نهاية اقتراب x، نهاية اقتراب x من الصفر لاثنين جيب x ناقص جيب اثنين x، وكل ذلك مقسوم على x ناقص جيب x. الآن أول شيء أحاول دائما أن أفعله عندما أرى مسألة نهاية هو ماذا يحدث إذا حاولت تقييم هذا الاقتران على x تساوي صفر؟ ربما أنه لن يحدث شيء غريب، لذا دعونا نجرب. إذا جربنا x تساوي صفر ماذا سيحدث؟ نحصل على 2 جيب صفر وهو صفر ناقص جيب 2 ضرب صفر. حسنا، هذا سيكون جيب صفر مرة أخرى وهو صفر، إذن البسط سيساوي صفر، جيب الصفر وهو صفر، ومن ثم لدينا جيب صفر آخر هنا وهو صفر آخر، إذن جميعهم أصفار، والمقام سوف نحصل على صفر ناقص جيب صفر. حسنا، هذا أيضا يساوي صفر، لكن لدينا هذه الصيغة الغامضة، لدينا صفر تقسيم صفر غير معرف، وهو ما تحدثنا عنه في العرض الأخير. إذن ربما أنه بإمكاننا استخدام قاعدة لوبيتال هنا من أجل استخدام قاعدة لوبيتال، بالتالي فإن نهاية اقتراب x من الصفر لمشتقة هذا الاقتران تقسيم مشتقة هذا الاقتران يجب أن تكون موجودة. إذن دعونا نطبق قاعدة لوبيتال، ودعونا نأخذ مشتقة كل من هذا ونرى إذا كان بإمكاننا أن نجد النهاية. إذا كان بإمكاننا، بالتالي فإن هذا سيساوي نهاية هذا الشيء. إذن هذا الشيء على افتراض أنه موجود سيساوي نهاية اقتراب x من الصفر لمشتقة هذا البسط الموجود هنا، وبذلك ماذا ستكون مشتقة البسط؟ سأقوم بذلك بلون جديد، سأستخدم اللون الأخضر. حسنا، إن مشتقة 2 جيب x هي جيب تمام x، ومن ثم ناقص مشتقة جيب 2 x هي جيب تمام 2 x، إذن ناقص 2 جيب تمام 2 x. فقط استخدم قاعدة السلسلة هنا، مشتقة الجزء الداخلي هي 2، تلك هي الاثنين، مشتقة الجزء الخارجي هي جيب تمام 2x، ولدينا تلك الإشارة السالبة في الخارج، إذن تلك هي مشتقة البسط. وما هي مشتقة المقام؟ حسنا، إن مشتقة x هي 1، ومشتقة جيب x هي جيب تمام x، إذن 1 ناقص جيب تمام x. دعونا نحاول تقييم هذه النهاية. على ماذا نحصل؟ إذا وضعنا صفر هنا فإننا سنحصل على 2 ضرب جيب تمام صفر، أي هو 2، دعوني أكتبه بهذه الطريقة. إذن هذا 2 ضرب جيب تمام صفر وهو 1، إذن هو 2 ناقص 2 جيب تمام 2 ضرب صفر، دعوني أكتبه بهذه الطريقة. في الواقع إذا قمنا بتقييم نهاية البسط والمقام بشكل مباشر على ماذا سنحصل؟ نحصل على 2 جيب تمام صفر وهو 2 ناقص 2 جيب تمام. حسنا، 2 ضرب صفر يساوي صفر، إذن ناقص 2 ضرب جيب تمام صفر وهو 2، وكل ذلك مقسوم على 1 ناقص 1 ناقص جيب تمام صفر، أي 1. مرة أخرى إذن نحصل على صفر تقسيم صفر، هل هذا يعني أن النهاية غير موجودة؟ لا، لا زال هناك احتمالية لوجودها، ربما أننا سوف نستخدم قاعدة لوبيتال مرة أخرى.
دعوني أخذ مشتق ذلك وأضعها فوق مشتق ذلك، ومن ثم أخذ النهاية، وربما أن قاعدة لوبيتال ستساعدنا في المرحلة الثانية، لذا دعونا نرى إذا كانت ستوصلنا لمكان ما. إذا هذا يجب أن يساوي النهاية إذا طبقت قاعدة لوبيتال هنا. إنني لست متأكد بنسبة 100% بعد، هذا يجب أن يساوي نهاية اقتراب إكس من الصفر لمشتق ذلك الشيء تقسيم مشتق ذلك الشيء. إذا ما هي مشتقة 2 جيب تمام إكس؟ هي ناقص جيب إكس. إذا هي ناقص 2 جيب إكس، ومن ثم إن مشتقة جيب تمام 2 إكس هي ناقص 2 جيب 2 إكس. سوف يتم حذف هذه الإشارة السالبة مع الإشارة السالبة في سالب 2، ومن ثم إن 2 ضرب 2 زائد 4 جيب 2 إكس. دعوني أتأكد من أن ما فعلته صحيح. لدينا سالب 2 خارجا، مشتقة جيب تمام 2 إكس ستكون 2 ضرب سالب جيب إكس. إذن 2 ضرب 2 يساوي 4، الإشارة السالبة ضرب سالب جيب إكس تصبح موجبة، لدينا موجب جيب، إذن هو جيب 2 إكس. ذلك هو البسط عندما تأخذ المشتقة والمقام. هذا تمرين حول أخذ المشتقات. ما هي مشتقة المقام؟ مشتقة الواحد هي 0، ومشتقة سالب جيب تمام إكس هي، حسناً، إنها عبارة عن جيب إكس. إذن دعونا نأخذ هذه النهاية، هذا سيساوي، حسناً، إذن في المقام، وأعلم أن إكس تساوي 0، أخذنا جيب 0 هو 0. دعونا نرى ماذا سيحدث في المقام. سالب 2 ضرب جيب 0 هذا سيساوي 0، ثم زائد 4 ضرب جيب 2 ضرب 0. حسنا، لا يزال ذلك جيب 0، لذا يكون 0 مرة أخرى. إذا حصلنا على نموذج غير مألوف. هل انتهينا؟ هل نستسلم؟ هل نقول بأن قاعدة لوبيتال لم تنجح؟ لا، لأن هذه يمكن أن تكون أول مسألة نهاية، وإذا كانت هذه أول مسألة نهاية لدينا، نقول إنه يمكننا استخدام قاعدة لوبيتال هنا، لأننا حصلنا على نموذج غريب. كل من البسط والمقام يقتربان من الصفر كلما اقترب إكس من الصفر. إذا دعونا نأخذ المشتقة مرة أخرى. هذه تساوي، إذا كانت النهاية موجودة، أي نهاية اقتراب إكس من الصفر، دعونا نأخذ مشتقة البسط. مشتقة ناقص 2 جيب إكس هي ناقص 2 جيب تمام إكس، ومن ثم زائد مشتقة 4 جيب 2 إكس. حسنا، إنها 2 ضرب 4 أي 8 ضرب جيب تمام 2 إكس. مشتقة جيب 2 إكس هي 2 جيب تمام 2 إكس، وتلك الاثنين الأولى يتم ضربها بـ4 لكي نحصل على 8، ومن ثم إن مشتقة المقام أي مشتقة جيب إكس هي جيب تمام إكس. لذا دعونا نقيم هذا الجزء. يبدو أننا قد تقدمنا، أو ربما أن قاعدة لوبيتال قد توقف استخدامها هنا، لأننا نأخذ النهاية، نهاية اقتراب إكس من الصفر لجيب تمام إكس، إنه 1. إذا نحن بلا شك سوف نحصل على ذلك النموذج الغريب، أي 0 تقسيم 0 مرة أخرى. دعونا نرى ماذا يحدث للبسط. نحصل على ناقص 2 ضرب جيب تمام 0. حسنا، هذا يساوي ناقص 2، لأن جيب تمام 0 هو 1، زائد 8 ضرب جيب تمام 2 إكس. حسنا، إذا كان إكس يساوي 0 فإنها ستكون جيب تمام 0 أي 1، أي ستكون عبارة عن 8، إذا ناقص 2 زائد 8.
حسنا، هذا الشيء الموجود هنا، أي ناقص 2 زائد 8 يساوي 6، 6 تقسيم 1، كل هذا الشيء يساوي 6. إذا قاعدة لوبيتال تطبق في الخطوة الأخيرة، فإذا كانت هذه المسألة التي أعطيت لنا وقلنا عندما حاولنا أن نطبق النهاية نحصل على أن نهاية اقتراب البسط من صفر هي صفر، نهاية اقتراب هذا المقام من الصفر هي صفر، كما أن مشتقة البسط تقسيم مشتقة المقام موجودة وتساوي 6. إذن النهاية يجب أن تساوي 6. حسنا، إذا كانت هذه النهاية تساوي 6 بنفس الحجة فإن هذه النهاية أيضا ستساوي 6، وبنفس الحجة فإن هذه النهاية يجب أيضا أن تساوي 6. وانتهينا.